بصي وانا مبهوره بصراحه بجد بينا مجامله. يعني انا السنه دي حاسه بفرق الولاد في مجهودهم قوي. عمر جريد 1 بان قوي مجهود كيجي بقى، ما كانش كيجي ما كنتش فاهمه قوي بس بان السنه دي. ايسل تمام، اللغه كويسه جدا، في تطور في اللغه قوي كان عربي او انجليش. لكن هم في المدرسه ما شاء الله قدرت دلوقتي توصل لمستوى كويس، انا مبسوطه منه. واي كومنت بيتنفذ فورا، يعني اي حاجه بكتبها او بطلبها بصراحة بيستجيبوا جدا يعني، فالحمد لله أنا راضية عن مستواهم هما الاثنين. المدرسين لما بيلاقوا إن في حاجة حتة ويك فيها لا بياخدوهم يعني، فا ثانك يو يعني ثانك يو ليهم. هي لا، هي المدرسة بسم الله ما شاء الله عاملة شغل كويس جدا، وهي البنت في تحسن مستمر سواء انجليش أو عربي أو ماس. كإنجليش الدنيا صعبة معايا كتير قوي، لا يعني في تحسن في مستوى الأكاديمي. النهارده اليوم حلو ومنظم وبالدور والدنيا كويسه.